خير إخواني أخواتي الجزائريين والجزائريات، تحياتي إليكم فردا فرد، وإلى أصدقائي في ولاية باتنا، وإلى أصدقائي كذلك في خارج الجزائر جميعا. اليوم جيتكم ثاني فيديو بعد ما كنت أو انسحبت من فيسبوك لمدة كانت مقصودة، وليست يعني ما كانش الكونت نتاعي كانش مبلوكي، كان عادي انا اللي قفلته لظروف خاصه وظروف تخص الجزائر. اليوم جيتكم مش حنطول في 5 دقائق توضيح لامور، وهي 3 نقاط: سكوت ما يسمى ب يعني باحبار بين قوسين او عظماء او شخصيات ولاية باتنا، هما 3 عائلات، عائلتي أنا عائلة صروال، وعائلة بن فليس، وعائلة بن بوليد. والنقطة الثانية هي تخص الموقف تاع الناس هذو، والموقف والنقطة رقم 3 تخص الجزائريين والحل النهائي للجزائر. نبدأ بإذن الله. أول شيء، أنا إطار سابق في الدرك الوطني وابن اخت الرئيس الاسبق كذلك يمينة زروال، اللي هي شويه ثقيله على فمي ماشيش نقولها لظروف خاصه كذلك. انا اليوم جيت نقول لكم باللي الجزائر راهي في خطر بمعنى الكلمه. الواجب الوطني نتاعنا كل الجزائريين اللي هنا واللي خارج الجزائر انهم يفيقوا ويعلموا ان الجزائر في خطر بمعنى الكلمه، ومش غير الجزائر، الجزائريين بالاخص راهم في خطر وشيك، وحنا ما عندنا حتى علاقه بالقضيه التدخل الخارجي هذا اللي هما يهضروا عليه ولا الارهاب ولا، ولكن الظروف تقول ان الوضعيه رايحه الى ما لا يحمد عقباه. الناس تاع ولايه باتنا بعد ما جاوني المعلومات، واني نشرت لكم الصوره عندي هنا في الفيسبوك، قلت لكم باللي عائلة بن بوليد راهم مع تبون، ونص راهم مع بن فليس. عائلة بن فليس حكم تاع الموبيلي بن فليس ترشح، تبقى العائلة تاعي عائلة زروال، اللي الناس راهم يقولوا بلي عائلة زروال راهم ناس أبطال وناس رجال، وكثر خيركم كذلك على هذا حسن النية في القضية هذه. ولكن أنا جيت نقول لكم كلام حق، كلام حق بمعنى الكلمة. دوك 9 شهور والشعب هذا يخرج، ما كانش واحد من فاميلا وكم تعلموا على من راني معني على خالي، ما عنده حتى بيان يساند فيه هذا الحراك ولا يخرج ضد. حنا ما طلبناش حاجه اللي راهي فوق طاقات البشر، حنا قلنا له اذا كنت مع الشعب هذا اخرج قولها، واذا راك ضد الشعب هذا اخرج قولها، راك حر، ولكن انك تحكم العصا في النص هذا ما يساعدنا، ما يساعد الشعب الجزائري. بركانا من استقبالات، وبركانا من تحيه من بعيد، وبركانا من الغاشي اللي يجي كيما الدار، وبركانا من قداش من حاجه. الجزائر في خطر، الجزائر بقات لها يامات اخوتي. اذا انتم راكم تشوفوا في الجزائر حتمنع، فنقصوا الدواء اللي راكم تشربوا فيه. الجزائر مش حتمنع بالطريقه هذه اللي راهي رايحت لها الجزائر، لاغلبيه الناس، أغلبية الناس راهم رافضين الانتخابات، وأقلية شرذمة باغية الفوت. علاه باغيين الفوت ما تفهمش، واش استفاد الشعب الفقير هذا من 62 الفوت هذا؟ نتوما واش نسأل الشعب الجزائري، واش نتوما واش يعني واش من فايدة ديتوها من الفوت من 62؟ قولوا لنا، ما كانش. المهم يتحملوا مسؤوليتهم عائلة بن فليس، ويتحملوا مسؤوليتهم التاريخية عائلة بن بوليد، ويتحمل المسؤولية الأكبر، ولا أقول أكبر،
هو عائلتي وخالي رئيس الأسبق. ما بقاتش وقت المجاملات، ما بقاتش وقت للنفاق، وما بقاش وقت للارتزاق. الحق يقال حتى لو كان الحبل على رقبتك. الجزائر ماهيش داخله في حدث تاريخي، في حدث تاع كرة قدم، ولا داخله في حدث اقتصادي. هذا حدث ان تكون الجزائر وراه 12 ديسمبر ام لا تكون. احنا بغيناها تكون لينا والاجيال تاعنا راهم جايين. انا اخر كلامي نقوله بطبيعه الحال، تحملوا مسؤوليتكم التاريخيه. لابد عليكم قبل، وانا نقولها قبل 12 تاع الشهر هذا تاع الفوت 2019، انكم ديروا بيان لفظي ولا كتابي تساندوا فيه الشعب وحراك الشعب، والا تساندوا فيه النظام العسكري اللي راهو في الجزائر. بكل صراحه ما بقاتش النفاق، ما بقاتش انكم تخباو وراء الشعب، والشعب هذا ماذا بكم يا اصحاب ويا تبعتنا، حبسوا عليكم السوق هذا. لازم تعرفوا شكون اللي راهو ضد الجزائر وشكون اللي راهو معاها. سكوت عن الحق فانه كشيطان اخرس. اللي شاف الحق وسكت 20 سنه واش تسميه انتوما؟ اللي ما عنده حتى بيان لا حق ولا باطل. انا اتحمل مسؤوليتي كوضختو وكفرد من نمشو من العائله وك واحد من جهه الاولاد. انا بريء. اذا داروا بيان في 9 و10 و11 فانا اسانده ولي الشرف، واذا تموا على هذا السكوت هذا فيتحملوا مسؤوليتهم التاريخيه. والله على ما اقول شهيد. والسلام عليكم والتحيه لكم جميعا. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، والله المستعان. والسلام عليكم. Thank you.